شرع قسم الشعائر والمواكب الحسينية في العراق والعالم الإسلامي باستعداداته لاستقبال زيارة العاشر من محرم الحرام، وذلك من خلال إصدار الكفالات والتعهدات القانونية للمواكب التي ستشارك في الزيارة، فضلاً عن تنظيم دخولها وتحديد أماكنها داخل مدينة كربلاء المقدسة بوساطة التنسيق مع الجهات المعنية. قرب حلول شهر الأحزان، شهر محرم الحرام وشهر صفر، بدأ قسم الشعائر والمواكب الحسينية باستصدار التعهدات القانونية للأطراف والهيئات والمواكب الحسينية في كربلاء حتى يتمكنوا من أداء شعائرهم وخدماتهم للزائرين الكرام. تعاون مستمر مع قسم الشعائر والمواكب وكذلك مساعدة المواكب في دخولها إلى مركز المدينة وتخصيص أماكنها المحددة لها سابقا واللي مسجلة عندنا في الحاسبة كأوليات وقاعدة بيانات للمواكب. تم اللقاء مع الأطراف والمواكب الحسينية في قيادة عمليات كربلاء وقيادة شرطة كربلاء وكذلك مساعدة قسم المواكب بالحضور للتنسيق والعمل في إمرار وتسهيل الزيارة العاشورائية. أكثر من 510 من المواكب قد تم تسجيلها وهي التي ستشارك في هذا العام، وقد صدرت لهم باجات دخول للعتبتين المقدستين، وتم وضع آلية عمل من شأنها أن تسهل عمل المواكب الحسينية في ظل الظرف الراهن من أجل الخروج بمراسم عزائية منتظمة. قسم الشعائر الحسينية يعني تعاون ويانا يعني على مر السنين، وحتى القانونية والإخوان الشرطة هنا أنا مال تابعين قسم مدير شرطة كربلاء المقدسة يعني بكل سنة يعني يسهلون الأمور، ينطون الباجات، ينطون الأوراق دخول، يعني ما عندنا مشكلة الحمد لله وشكر، تعاون مستمر ويقدمون يعني إنصافا يقدمون إلى يعني المواكب. أنا ككافيل موكب وعاين يعني كثرة ترددي بالمنطقة يساعدونا. كل الناس كخلية نحل واحد يكمل الله من رئيس القسيم للي شايل مكناس اللي بالعتبتين كل متفضلين علينا. في كل عام يقوم قسم الشعائر والمواكب الحسينية في العراق والعالم الإسلامي بعمله المتمثل باستعداداته المختلفة للزيارات المليونية، لا سيما زيارة العاشر من شهر محرم الحرام لكونها مختصة بأهل كربلاء ومواكبهم، إذ يستنفر القسم منتسبيه كافة ويضاعف جهوده لإحياء هذه المراسيم الاستثنائية.